جازان وحول جهود الأمن في محافظة الحد الجنوبي بجازان ينضم إلينا مراسلنا عبد الله الفيفي. مرحبا بك عبد الله معنا، كيف هي الجهود التي يقدمها رجال الأمن لديكم في جازان؟ هلا محمد، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. نعم، نتواجد اليوم هنا تحديدا في مدينة جيزان، حيث نرصد جهود رجال الأمن في تطبيق أمر منع التجول هنا في منطقة جيزان. محافظتان الآن هي التي بها حظر كلي خلال 24 ساعة ويمنع الدخول منها والخروج منها، وهي محافظة الدائر ومحافظة بيش. حول جهود رجال الأمن هنا في منطقة جازان، معنا مساعد مدير شرطة منطقة جازان العقيد خالد آل عمر. نرحب بك معنا على قناة الإخبارية، وتحدثنا عن جهود رجال الأمن هنا في الميدان ونحن على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة جيزان، تحديدا في تطبيق أمر منع التجول. الله يحييكم والله يمسيكم بالخير، سواء لكم أو للمشاهدين أيضا كذلك. بالنسبة للجهود المبذولة من قبل شرطة منطقة جيزان والجهات الأمنية المساندة لها في تطبيق الخطط الاحترازية التي صدرت بأوامر سامية عليا حقيقة، فلا يخفى عليكم ما قامت به حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين من إصدار الأوامر الخاصة بتنفيذ هذه الاحتياطات الاحترازية لاحتواء سرعة انتشار هذا الفيروس، ومن ثم الحد والتخفيف بقدر الإمكان من تأثيرات هذه الجائحة على مختلف المستويات، سواء كانت المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الدراسي. وبالفعل فقد قامت شرطة منطقة جيزان بقيادة هذه تنفيذ هذه الخطط على مستوى المنطقة بمساندة أفرع الأمن العام وأيضا كذلك الجهات الخدمية والأمنية الأخرى في تنفيذ هذه الخطط بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وأيضا كذلك إشراف سعادة مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة. في هذه المرحلة حقيقة وفي هذا الصدد نحب أن ننوه ونشيد كذلك بتعاون وتقيد الأخوة المواطنين والمقيمين بما يصدر لهم من أوامر وتعليمات وإجراءات خاصة بهذه الاحتياطات. وبالفعل هناك تطبيق كامل على مستوى المنطقة والوضع تحت السيطرة إلى الآن. مساعد مدير شرطة منطقة جازان العقيد خالد آل عمر، شكرا لكم وجهود موفقة هنا في منطقة جازان. عملكم من خلال تطبيق هذه التعليمات ومتابعة تنفيذها، شكرا لكم. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن الأمة، وأيضا كذلك حفظ الله ديننا ووطننا وولاة أمرنا، شكرا لكم. لك أيضا أخي محمد. هنا في منطقة جازان محافظة بيش فقط نحب أن نلفت عناية المشاهدين إلى أنه الطريق الرابط بين منطقة عسير وأيضا المنطقة الغربية منع الدخول والخروج من هذه المحافظة. هناك تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين اللي عندهم تصاريح يرغبون المرور من هذه المحافظة، أنه هناك طرق بديلة أخرى، طريق الساحلي وأيضا طريق الفطيحة. أيضا تمكنت شرطة منطقة جازان اليوم من القبض على مجموعة من الشباب اللي انتشر لهم مقطع مساء البارحة برمي الحجارة على بعض المركبات في مركز الشقيق.